السلام عليكم، فين اخوتي؟ بخير مزيانين، احوالكم طيبه، كلشي بخير. رجعنا لكم فلوقات عاود ثاني، دابا فوقي فلوقات والفيديوهات المواضيع بلا ما نقول لكم. يلا العروسه هي خدمتها، المشكله ديالها بقات شي كتشعل الضو في نفس الوقت كتمشي لي بمودو 15 كيلومتر، ما كتمشيليش بمودو 25، يعني واخا كنكلي هنا كنكليكي هنا جوج النوبات ما كيطلعليش 25، ماكسيمو السرعه دابا 15 وما كتشعلش الضو. المشكل ديالها فاش هوت البلاد وكنت سانتاندير خليتها على برا وتقاسات بالماء وشدات اوميداد، ودابا الضو ما كتشعلش الضو، هذا يعني فوكو ديال هنايا ما كيشعلش. واش غنقول لكم؟ كنقضي بها وصافي، حتى نديها التيندا تعدل لي، عندها كارانتيا 3 سنين، دابا نديها التيندا ديال تشاومي ونشوف شنو كاين. هي الصراحة الله نحلة طيارة، بصح المشكلة ديالها كنقول لكم خليتها في تفزقات وما عرفتش داكشي واش داخل في السيكور ولا ما داخلش. وهذا ما كان اخوتي، دابا جبرتوني طلعت في الراس د بويبلو، خليت البويبلو تاحت اليوم جالس وبارح جالس. اش غنقول لكم؟ الهناوات اقسم بالله والطبيعة وبعيد من البشر، حق الله تعالى الهناوات. قلتم دابا فوق ان شاء الله اخوتي، ديما الفلوقات معكم، ديما المواضيع، ديما الطبيعة، بقى نعدلكم الطواجن في الغابة، راكم عارفين الفيراري ديالي خدامة، واخا المهم غادي نصاوبها غادي نعدل ان شاء الله، ماشي مشكل ديال المشكل. من بعد هنا كاين الصندة تا خوتي، ها البويبلو بقى نتاحت، شوف الخدمة ديالي فين هي، راهي بلاصة فين خدامة انا. ودابا التمنية داك الطريق اللي كتبان لكم راهي هو هدا، دابا شوية مع التمنية كيكونوا هو اللي الدراري خدامين معايا. دابا المهم انا غنجربكم هاد الباطينيتي تشوفوها شحال كطلع. هات هانتوما خوتي، الماكسيمو ديالها 15، ما كتفوتش 15، هي كتوصل حتى 25، ولكن دابا مع المودو راه فيها مودو كامينار، المودو ديال 15 والمودو ديال 25، بصح المودو 25 ما كيطلعليش، حيتاش داك البوطون ما خدامش، ما عرفتيش عنده داك البوطون ما خدامش. دابا هاد البوطون هذا كنبغي نزيد له والو كيطلعش، خصو يطلع هاد الزرقاء هادي خصها تطلع هنا، الا بقات هنا تحت يعني خصك تخي تمشي تمشى بيها. هاد الدراري خدامي كنشوفهم مني هنا خدامي بالمانيتود، صحاب اللي كيخدمو بالتراكتوريس وداكشي. بويبلو بقى تحت اخوتي، شتو واحد الدويرة هنا تقول غير شي دوار في البلاد، ها هي شوف هي كتبان مني هنا شتوها، الله لا تقولوا شي سكينه في البلاد. مشكلة اخوتي الشمس كاينه لهيه، مع دابا مغطيه بالسحاب عليها ما كيبانش رؤيه واضحه، من هاد الجهه كتبان لكم ناضيه. ايوا هذا ما كان اخوتي، انا في الطبيعه والله العظيم لين هنا وتاخ. دابا شويه نمشي نشرب شي كافي ونعمل لكم اللايف، الدراري اللي كيخصهم يطلعوا معايا في اللايف وما كيطلعوش معايا في اللايف في اليوتيوب، انا غنخلي لكم في صندوق الوصف التيك توك ديالي كنعمل فيه اللايفات، واي واحد يعني بغى يطلع معايا كيطلع معايا وكان اسئله وداكشي. بصح اليوتيوب راكم عارفين بزاف ديال الناس سمحوا في اليوتيوب ومشاو للتيك توك، وانا اليوتيوب ما غنسمحش فيه، بصح حيت طلعته دراسي وبنيت وباقي مع نكمل فيه، وهاد الفيديو هذا غنزل لكم في اليوتيوب، واي حاجه كنسبق نزلها في اليوتيوب عاد كنزلها في تيك توك. ها كريستو فين هو؟ عنده معلق هنا الصليب ديالو، كاين المقبره اللي هنا، وانتم غير الطبيعه. هاد العام هذا طاح شي شتا، الدنيا ناشفه يا صح، طاح مع الطل هنا كاين المغرب كاين هنايا. ايوا هذا ما كان اخوتي، دابا انا رجعنا للبويبلو وغنهود بلا فيلوسيدات حيتاش كاينه الحضوره، نقدر نهبطكم من هنا من هاد الطريقه هادي. اما هنا بيست الا بغيتي صحاب التراكتورات والفلاحه كيمشيو، هاد المنطقه اخوتي ما فيها شي، هاد المنطقه فيها السرحه، صحاب الغنم اللي كيسرحوا ما فيها شي، الاراضي ديال الفروته والفواكه كاين العنب، هاد المنطقه د اراندا دي دويرو، المهم هاد المنطقه د سانتو دومينغو كاينه فيها العنب، ولكن هنايا المنطقه ديال الحبوب يعني القمح، الزراعه الشعير
نواك الشمس. المهم هادشي اللي كيزرعو هنايا، المنطقة باردة بزاف. دابا غنهود فحالي من هنايا، هانتوما كتشوفوها ما مكسيري ما والو، هود عادي بصح طول ما هود طول ما السرعة غتزاد. هذا مكان اخوتي، ها البويبلو كيش كيبان، شفتو بويبلو؟ انا نقول لكم شي مطامر هنايا كانوا عندهم. الله 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 الله، عطات 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 يدك كتعرف. وانا شاد التليفون باليمين، غادي نشد التليفون بالشمال باش لا لا عطات الساح تنقص لهم السرعة. انا هود ها، ما كان كسيري ما والو، ها هود انا راس. ها كيف اخوتي، هاللي قلتكم هاو ما عندهم في حد ديار قدامين في هذاك الشيء، عندهم هنايا طوالي تحت الارض في هذاك الديار الايام ديال الحرب. هاد الدوار عند الدار ده الدوار ده مغرب بحال في حف تقول غير شي شهر في واد راس ولا في الشعوان. والله الا الدار هذاك عامله في هذاك الديار ده البوادي ديال المغرب قدامي. شوف الزانغو دابا هاديك الجبرة مهجورة عامرة بالحياة، مخلوقات العجيبة. إوا هدا مكان أخوتي، راه هي ديك الطريقة من تما كنعاودو نخدم 800 متر. وشنا غنصوركم في الخدمة، مكنبغيش نصور في الخدمة، راكم عارفين أحسن بنادم يتجنب مسائل العام. ديما كنصوركم في الخدمة، في الآخر كنقارب لها مع بعض الخدمة. هاهو هاد الضيق خاويين يا خي من داخل، معرفتش شنو فيه. وطوالينا ديك الطريقة اللي كنت دايز منها طالع، راه هي فين ديك الشجرة، ومشاو هيداك تحت الارض. اشكال انا كيعدلو فيهم شي حاجه، كانوا كيعد بوديغه اصلا، كتسمعوا البوديغه، البوديغه في كيعدلو كي كيعدلو الشراب وداك الشيء العنب. دابا هاد المنطقه قريبه لاراندا دي دويرو، المنطقه كامله فيها العنب، هي لا ريوخا اللي فيها العنب بصح هاد المنطقه شويه كتسمى فيه. هذا مكان اخوتي، دابا غندخلو البويبلو، غنساريكم في بويبلو عاوتاني. شحال هاد الديار يا صاحبي، تقول الحرب العالمية هتلر. أنا دابا غندخل على الكنيسة اللي عندنا في بويبلو. الديار النص الكبير خاوينا، هيا 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 ماشي ما كانت كي على فاك كسيري ما هو عنخرج ديال تحتاني. انتما كتشوف هذا هو بور لا خوتي، 191 ديال الناس، قول 200 ديال الناس. واحد مشيش وسط الطريق فاميتشا. طات هنا ثلاثة، هذه الطريقة تخرجني للداخل. الطريق عمري عودت منها، ولكن الضيا كلشي خاوي هنا، كلشي خاوي. دخل جاتني للداخل هاد البويبلو، هي الدخلة ديال البويبلو اخوتي. كاين ناس ساكنين هنا ماشي ما كاينينش بصح اناس. دابا نشوف حنا الطريقة هادي، راه هي الدخلة اللي كتدخل الفيلاج. هنا واحدة كوربا كيخرج الطوموبيل تايدا. الله الا هاني هنا يا خوتي، هاد الخدمه نضاف مشكله، ما كيبغيوش يكريو هنا، ولكن هانياتهم مع الوقت غندبر الدار. انا عطيني الدار الباترون صلحها لي كلشي بصح. المهم اخوتي جبرتوني، جيت نتجافي خدام انا، الكران خافي خدام انا الفوق هادي، كاين هادي واحد كيرعى كيرعى الصراحه. ومورا كاينه ديالنا الدراري دابا غيهودو الطونوبيل ديالهم. وهذا مكان اخوتي، وهانتوما كتشوفوا واحد السيد عنده المعيزات هنايا يربيهم، عندو المعز مربيهم هنايا تبارك الله. العتروس قداش شنو عنده كيبيع شي
مشيت عنده قلت له واش كتبيع شي حاجه؟ ما بغاش. هذا ما كان هو البويبلو اخوتي، فين هو البويبلو؟ فين هو؟ وهذا ما كان اخوتي، شاركت معكم فيديو دابا جبرتوني عند غدا وغنمشي للقهوه. تهلاو لي فراسكم، تحياتي ليكم، ما تنساوش الدعم ديالكم، التعاليق ديالكم واللايكات ديالكم باش القناه تيماري كما كانت في الاول. يلا السلام عليكم، تهلاو فراسكم، نتلاقاو في فيديو اللي ماشي ان شاء الله.